غدا أردوغان في القاهرة لأول مرة منذ 12 سنة. آخر زيارة لرئيس تركي كانت فبراير 2013 وكان الرئيس السابق عبد الله جول، وآخر زيارة لأردوغان نفسه كانت حين كان رئيسا للوزراء برضو في 2012. كانت هناك فترة قطيعة لمدة 10 سنوات من ثورة 2013، 10 سنوات العلاقات كانت شبه مقطوعة بين مصر وتركيا، ولكن من 2021 بدأت العلاقات تتحسن في مراحل مختلفة، وغدا تستقبل القاهرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الأولى منذ 12 سنة ملفات إقليمية سياسية، ملفات في الأمن العسكري والإطار العسكري، وملفات اقتصادية على طاولة المباحثات. خلونا نشوف هذه المعلومات عن العلاقات المصرية التركية.